أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات على قناة عدن الفضائية وفي أبواب الخير في موسمه السادس، اليوم معنا طالب من طلاب المعهد التقني سيتحدث كيف بدأ، كان بالنسبة له المعهد التقني كحلما بسبب الدمار والآن أصبح حقيقة، وخصوصا عندما دخل ودرس في هذا المعهد. رمضان مبارك، كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير. كيف كان بالنسبة لكم لما كان مكسر هذا المخرب، كيف كنت شفت المعهد؟ كان حطام من بعد الحرب، يعني المعهد التقني كان عبارة عن خرابة. أيوة بعد الحرب، فالدعم الكويتي الذي حصل للمعهد، أيوة يعني نقلة نوعية في هذا المجال. صراحة شعرنا بفرق، لأنه طبعا درسنا نحن قبل الحرب وبعدين بعد الحرب تكمل أجل، فنقلة نوعية، ونشكر الكويت بهذا الدعم السخي الذي يتركز في المجالات المهنية اللي هو للشباب. أيوة يعني أنه سوق العمل يحتاج للشباب المهنيين بحيث أنه يعزز من فرص العمل وتحسين قدراتهم وتحسين الدخل المعيشي لأسرهم. أنت كيف تشوف نفسك لما بدأت تدرس سابقا على الأجهزة اللي كانت موجودة، والمبنى كيف كان والآن؟ نشعر بفرق، يعني صراحة فرق كبير، بحيث أنه كان في معانا، لأنه المجال التطبيقي كان بدون أجهزة قبل الحرب. أيوة، فلما جاء الدعم الحمد لله توفرت لدينا أجهزة كثيرة، وأصبح التطبيق يعني تدراسة وتطبيق في نفس الوقت. إيش تدرس بالتحديد؟ كهروميكانيك. كهروميكانيك بكالوريوس. كمبيوتر. كمبيوتر، في معانا برامج، في معانا أوتوكاد، في معانا إنفنتر، يعني برامج تساعدنا على الهندسة. يعني أيوة، فضروري الكمبيوتر. يعني تطبيقات معينة أنتم لابد وجودها في الكمبيوتر عشان تدرسوها. أكيد أيوة، في برامج هنا حتى هذه القاعة درست فيها أنا، يعني دراسات المواد كثيرة تساعدنا في تخصصنا. تخصصكم؟ أيوة. يعني كيف تعملوا؟ إيش الرسومات؟ الرسومات اللي هو التخطيط الهندسي، يعني الوثيقة الهندسية، لا الهندسية للقطعة الميكانيكية، لأن إحنا ندرس كهروميكانيك. أنا حسب الآن كنت أظن إنك معمار. لا، لأنه الآن يعني هو له دخل بالمعمار، هو أوتوكاد رسم هندسي. في الأوتوكاد ينفع في الميكانيكا وينفع في مجالات أخرى من ضمنها المعمار وال... أنت من فين؟ أنا من الضالع. من الضالع؟ أيوه. ما شاء الله عليك، أجيت من الضالع. أيوه. تدرس بالمعلة في عدن. نعم. علشان تطور من مهارتك وقدت الأجهزة موجودة. الأجهزة ما شاء الله صراحة. كم باقي لك سنوات؟ باقي سنة ونص. ليش ما أنت أخذ دبلوم ولا؟ دبلوم وبكالوريوس، فلما شفت أنا الأمور، هو دبلوم قبل الحرب. أيوه، وبعدين بعد الحرب تطور نفسك. أيوه، لما وجدت في فرق ما شاء الله. يعني هنا ايوه، ايش نقول انا وانت هنا على جمعيه الحكمه اليمانيه؟ جمعيه الحكمه، نشكر جمعيه الحكمه اليمانيه على دعمها السخي للمعهد التقني الصناعي المعلى، ونتمنى بان يستمر هذا الدعم لتشغيل الاقسام التي اوقفت من بعد الحرب. ايوه بسبب الحرب. ايوه بسبب الحرب. اسمي جهاد عبد الهادي. جهاد عبد الهادي يتحدث عن التطورات التي لمسها خلال هذه الفترة، وخصوصا عندما أتى الدعم من جمعية الحكمة اليمانية عن طريق جمعية أيضا الإغاثة الكويتية. ولهذا نقول في شهر رمضان الخيري ساعموا وساعدوا المعهد التقني حتى يتطور ويكون قادر على جذب الشباب وإخراجهم إلى سوق العمل. ورمضانكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. وفي برنامج أبواب الخير في موسمه السادس، نحن اليوم في خير آخر مع جمعية الحكمة اليمانية، وخصوصا في إيجاد التنمية المستدامة. فاليوم في مشروع تأثيث السكن الطلابي للمعهد التقني الصناعي سيتحدث معنا المسؤول الذي وجد ولمس وجودا حقيقي للجمعية، فنسمع ماذا يقول، ولكم أنت تحكم ماذا فعلت جمعية الحكمة اليمانية في هذا المعهد. رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، انتم طيبين ان شاء الله، كل عام وانتم بخير، سنة ان شاء الله خير وخيرات، وكل ما تقوم بجمعية الخيرية الكويتية في دعم المعاهد وتجهيزها، فقد تم تجهيز السكن الطلابي لطلاب المعهد. من قبل اشتك تعرف المشاهد من انت وصفتك علشان الناس تفهم من أيه. معكم الاستاذ محفوظ بوماجد، نائب العميد شؤون طلاب المعهد التقني الصناعي المعلى، والمسؤول على السكن الطلابي وعلى الطلاب بشكل عام في المعهد. ونحن يعني بهذه المناسبه
نشكر جمعية الحكمة اليمنية في تأثير وتجهيز السكن الطلابي، إضافة إلى تجهيز وإصلاح لقسم المعمار في المعهد التقني الصناعي من تأثير للكراسي الطلاب وسبورات وإجهزة كمبيوتر ومرسم خاص للطلاب للرسم الهندسي. نحن نشكر الحكمة اليمنية بهذا العمل الجيد، ونتمنى أيضا أنهم يتم دعمنا من قبل بقية الجمعيات في تجهيز بعض الأقسام الأخرى، لأنه في عندي أقسام أخرى إن شاء الله تشوفوها بعد هذا اللقاء بحاجة لتعمير وتجهيز منه قسم الفتاة في قسم التصوير الفوتوغرافي والجرافيكس الذي تم تدميره في أيام الحرب 2015، وإن شاء الله تلاحظوا وتشوفوا هذا العمل التخريبي اللي أدى إلى عدم تجهيز هذا المكان، رغم بإمكانيتنا البسيطة قدرنا نجتاز هذا العمل. كان في احتياج اساسي لتدخل جمعية الحكمة في مرحلتين في عملية الترميم في هذا المعهد؟ هل في احتياج كان؟ كان اللي كان حاصل كان في الحرب، والحرب وما ادراك ما الحرب، خربت على احنا ثلاثة اماكن، مكان للسكن الطلابي حتى تدمير غرف كاملة، ايوه دمر كامل، وقامت جمعيه الحكمه اليمانيه في تجهيز هذا المكان، وان شاء الله بتشوفوا الان بعيونكم، بندخل السكن وبنشوف ايش اللي قاموا به. يعني اساس العمل دائما الخيري اذا عمل في موضوع التعليم وخصوصا التنميه المستدامه يكون له اثر طيب. اكيد اكيد اكيد. ايش الاثر الطيب؟ انه الطلبه الان بدوا فعلا يواكبوا يتوافدوا للمعهد ويسجلوا، لانه شافوا الا في كان اسباب ضعيفه قليله جدا، لانه لما نشوف بعض التخصصات المبنى والتخصصات بدات ايش تنقص تقل، الاماكن اللي المفروض الطلبه تروح فيها مدمره. فعلا يعني كله كان مدمر. تعال شوفي الان فينا، ها شفت الان شوفي الان بعدين نشوفه. ايوه شوفي القذيفه كامل لفت معي. ليش كان هنا في ما اشتباكات؟ اشتباكات هنا في دبابات كانت هنا. وين دخل المعهد؟ هذا هي الحكمه. تعليمي تنموي كان اشتباكات، ايش نصلح هذا قدر الحال ما ادراك بالضبط. عزيزي ما هي كلمتك لكل الداعمين وليس بس جمعية الحكمة؟ انا من خلال جمعية الاستاذي ومشهور والمعهد التقني الصناعي نقول شكرا جمعية الحكمة انك وصلتي الى هذا المكان، وكان احتياج ضروري في ايجاد تنمية مستدامة للمعهد، ولكن هناك احتياج اخر، ونقول لجميع الداعمين بغض النظر عن نوعيتهم سواء كانوا داخل البلد أو خارج البلد أن يساهموا ويساعدوا في تطوير والإسهام في هذا المعهد التقني. ما نوعية الاحتياج الأساسي اللي أنت تقوله؟ احتياجات الآن باقي معانا احتياجات قسم الفتاة اليمنية، فعندنا قسم الجرافيكس وقسم التصوير الفوتوغرافي، في معانا مختبر خاص للفتاة في قسم الجرافيكس الميتاميديا، في قسم الكمبيوتر حوالي أكثر من 40 كمبيوتر دمروه كامل تدميرا كامل، انتهى هذا بس بتاتا، رغم انه الحكمة اليمنية قلت احنا 50 كمبيوتر حاولنا احنا قدر الامكان ان نوزع بين الجنبين في المعمار قسم ال يعني تشتغلوا باكثر من تخصص. ايوه اكثر من تخصص، قسمنا جزء من هنا خلينا 35 كمبيوتر بقسم المعمار و15 حولنا للفتيات عشان برضه 15 ايش نصلح؟ ويحتاج اكثر من هذا، اضافه الى ترميم وصيانه حقهم المعمل اللي كانوا فيه من السابق اللي تدمر تدمير كامل. ايش رسالتك لكل الداعمين؟ والله الداعمين نحن نتمنى من الداعمين يدعموا المعاهد التقنيه سواء بالمعهد التقني الصناعي المعلى او في معاهد اخرى برضه عندها نقص في القسم البحري، مثلا في معانا برضه نقص في بو. ها انتم مشرفين عليهم اصلا؟ مش نحن مشرفين، احنا جزء منهم. نحن معانا حوالي 7 أو 8 معاهد. أيه؟ بس برضه تضرر هذاك المعهد البحري لانه قريب البواخر وهذا برضه تدمر. أيه هنا أيوه اللي على جزيره العمال. ايوه دمرت برضه؟ بعض منا تدمر حقهم. وش احتياجاتهم؟ احتياجاتهم نطلب من الناس المانحين والداعمين ان ينظروا لهذه المعاهد وهذه لايش؟ لغرض انه الطلاب يتوافدوا بدل ما يكونوا في الشوارع مكان يجلسوا يقولوا اي سوق يقولوا يدرسوا
يدرسوا للايش للمستقبل، لبناء مستقبلهم مستقبل البلد. يعني رسالتك الان تقول انه معهد التقنيه الصناعيه وجد بعض من يدعمه، بعضهم يدعمه فعلا، ولكن فعلاً هناك من يريد ان يدعمه في مراكز اخرى، ايوه تضررت اكثر عاد اكثر مثل المعهد البحري. رساله قويه فيها الإيثار وفيها محبة أن يكون هناك سوق العمل يستوعب الشباب والبطالة. فنقول لدكتورنا وأستاذنا فعلا روح الإيثار هي التي طغت على الموضوع، ونقول لكل المانحين من جمعية الحكمة اليمانية ومن يدعمها من الكويت، وأيضا كل من يسمعنا في هذه حلقة، حلقة أبواب الخير في المعلى، صح؟ في المعلى، هذه المنطقة أخذت شيء من الترميم وشيء من التجهيزات التي بدأت فيها جمعية الحكمة، ولكن هناك احتياج، وليس احتياج في هذا المكان ولكن في أماكن متعددة، وهي أكثر تضررا من الحرب التي مرت من في البلد. تحياتي لك ورمضانك مبارك. كل عام وانتم طيب، وانتم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله نتمنى ان تكون هذه رساله لجميع المانحين والجمعيه الخيريه الكويتيه في دعم المعاهد التقنيه عن طريق جمعيه الحكمه اليمانيه، في دعم المعاهد والمعاهد التقنيه والمهنيه، في معاهد مهنيه برضو، في دعم الشباب لمواكبه الدراسه في هذه المعاهد. وشكرا جزيلا. ورمضانك مبارك. أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات، نحن اليوم في المعهد التقني الصناعي، نجد الطلاب متوافدين إلى هذا المركز الذي شهد العديد من الدمار بسبب الحرب، ولكن جمعية الحكمة اليمانية أوجدت حضور وأوجدت مراحل متعددة لهذا المنطقة من أجل إيجاد مساحة حقيقية للشباب لانتشالهم من وضع البطالة إلى العمل وسوق العمل. ورمضانكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. معنا من سيتحدث عن المعهد التقني وأهميته في المنطقة واحتياجاته الملحة من أجل إيجاد مساحة حقيقية للشباب وانتشالهم من البطالة إلى سوق العمل. رمضان مبارك، كل عام أنتم بخير. كل عام أنتم بخير إن شاء الله، ونتشرف بوجودكم عندنا في المعهد. تعرف المشاهد. المهندس عبد الله محمد علي، عميد المعهد التقني الصناعي المعلق. سمعنا من الاخ انه هناك في ترميمات مشروع تاثير الطلاب ومرحلتين من جمعيه الحكمه اليمانيه، ممكن تتحدث عننا بشكل؟ طبعا يعني انا يعني اجيت يعني جديد عندنا الان قبل شهر ونص، انما سمعت انه صراحه جمعيه الكويت هذه الخيريه، ايوه، قامت بدعم المعهد اللي هو مرحلتين، اللي هو القسم الداخلي، قامت بترميم القسم الداخلي واثبتت احنا مقصف يعني مطبخ كامل اللي هو ثلاجات وشوال، كل شيء، كل ما يتطلب على اساس انه الطباخه بتكون داخل المعهد للطلبه، بالاضافه الى بعض المختبرات ايضا قاموا بتجهيزها، يمكن الكمبيوترات وشغلات، انما نحن في طلبات لنا اخرى ايضا. يعني المعهد هذا في مرحلة الحرب في 2015 كانوا جالسين في بو الحوثة اللي ما كانوا، ودمروا أشياء كثيرة، وأيضا حتى المباني عندنا في المعهد معنا المستودع الرئيسي دمر كامل بما فيه الآثاث اللي داخله، يعني اللي كانت ستوك تمام الخاصة بالتدريب انتهت كامل، وأنا ممكن حتى أوريكم إياه تشوفوا طلعوا عليه، بالإضافة إلى المبنى هذا اللي فيه بو مختبرات أيضا وحاجات كثيرة دمرت بسبب ضربة، يعني صواريخ حاجات داخله. ايوه، نتمنى ان احنا لو في تعاون من قبل المنظمات على اساس يقوموا بترميمها. واحنا في ابواب الخير ومع جمعيه الحكمه نمد ايدينا واصواتنا الى جميع المانحين للمساعده والمساهمه في هذا المعهد التقني الحيوي الذي يسهم في انتشال البطاله وايجاد مساحه حقيقيه للشباب وايجاد مساحه واثقة في عملية سوق العمل وإيجاد أماكن لشبابنا الذين يحتاجون العمل والحياة في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة. عزيزي، إيش حابب تقول كلمة أخيرة؟ طبعا أنا أوضح المعهد التقني الصناعي طبعا له تاريخ قديم، تأسس في عام 1951، كان في عدة أقسام، وكان من ضمن يعني تأسيس المعهد أنه كان يخدم ميناء عدن في ذيك الفترة،
كانوا يحتاجوا الى يعني مهندس سيارات يفهم يصلح سيارات، نجار، ميكانيكي، كهربائي. هذا احتياج اللي لما تأسس، وبعدين صراحة تطور المعهد، تطور المعهد وبقى جي سي وبقى يعطي شهادات عليا. نحن لما استلمنا المعهد كان في عندنا عدة تخصصات اللي هي اتصالات والكهرباء وتكييف تبريد وقسم البناء. بالإضافة الآن استعدت عندنا في المعهد قسم البكالوريوس. البكالوريوس اللي هو نظام 4 سنوات بعد الثانوية العامة. معانا دبلوم لا زال مستمر، إنما البكالوريوس هذا جديد جنب الدبلوم. البكالوريوس هو نظام 4 سنوات بعد الثانوية العامة، والتخصص اللي أنا اخترته هذا مع المشروع الهولندي اللي هو كهروميكانيك، اللي هو يعني ميكانيكا والكهرباء مع بعض. طالب يتخرج يفهم يعني يقدر يتعامل مع المكاين ميكانيكيا وكهربائيا. لأن السيارات الآن كلها سيارات. أيوة. زايد قسم الآخر اللي هو اتصالات وشبكات وذا كله. نحن الآن الحمد لله ماشيين، وأتمنى لو في دعم، لأنه الآن أنا الآن لما استلمت المعهد مرة ثانية، سنة أولى توقف لأنه أقول لك ما فيش مدرسين عندنا دكاترة، أغلب المدرسين هربوا لأن الرواتب يعني ما فيش هيكلة جديدة، الأوضاع أيوة ما فيش، لهذا أغلبهم هربوا. نتمنى دعم المدرسين أو دعوة لهم كمان يرجعوا، أو أيضا ثانيا إذا كان حتى يمكن تدعموا، حيث إحنا يعني نجيب ناس ونتوقع يعني نعمل معاهم اتفاقيه بحيث انهم يدرسوا معنا اذا في دعم مالي حتى كمان. جميل، دعوه جميله من باش مهندس ان يكون هناك دعما للكادر التعليمي من اجل تطوير العمليه التعليميه في المعهد التقني، صح؟ ايوه بالضبط بالضبط، هذا اللي انا اشتغله. وهذه الدعوه لكل المانحين، ليس فقط جمعية الحكمة اليمانية التي بدأت البذرة الأولى في هذا المعهد، ولكن لكل الخيرين سواء كانت في اليمن أو خارج اليمن. فالمعهد التقني هو عنصر أساسي في بناء الشباب. ورمضانك مبارك، كل عام أنت بخير. كل عام بخير إن شاء الله، ورمضان كريم إن شاء الله. أتمنى نزوركم مرة إن شاء الله. أتمنى هلا وسهلا فيكم في أي وقت. تمام، وانا الان الشيء اوريكم الا بنجي معاكم. ايوه بنشوف كل حاجه عشان المشاهد. تمام، اتمنى والله اتمنى الدعم، لانه صراحه المعهد التقني الصناعي يعني استفادوا منه كثيرين من الشباب، مش فقط نحن بس تدريس، حتى نعمل دورات. اغلبهم الدورات اللي مثلا ما قدرش يكمل تعليمه، نعمل دورات في الكهرباء، في التنديد، في كل المجالات. والطلاب طبعا يخرجوا اغلبهم استفادوا، واغلبهم يقدروا يعملوا لهم، خاصه الداعم للدورات، ممكن حتى يعطيهم ورش، يعطيهم اجهزه تولز معدات بحيث انهم يبداوا مشاريعهم خاصه. طالما التوظيف يعني في الزمن الان يعني ما فيش كله تقني، ويشتي لا كل واحد يفتح له حرفه بنفسه خاص، مش ضروره ان الدوله توظف كلهم. التوسع العمراني والكثافه السكانيه يوجد احتياج اخر غير اللي كان زمان موجود. طبعا هو هذا الكلام، زمان كان طلبه تخرجوا وظائفهم تكون قد جاهزه. ايوه الان اختلف الوضع، الان ما عاد فيش كثافه سكانيه والوظائف محدوده، ومن الصعب ان احنا نوظف كل الناس هذول. أيوة. لهذا كل شخص يعتمد على نفسه، اقامه دورات مشاريع، وان المنظمات تدعم الطلاب اللي يتدربوا، بعد انهم يفتحوا لهم مجال، يفتحوا لهم يعني ورشه صغيره يشتغلوا فيها، يعتمدوا عليها في دخلهم، وهذا بيكون يعني شيء جميل. شيء جميل، دعوه منك هذه إن شاء الله. جميل، فكره جميله قام بها باش مهندس وتكلم عنها. المانح يا مانحين، شوفوا الان الشباب، والشباب هما عماد المستقبل. ورمضانكم مبارك، وكل عام وانتم بخير.
بدأت جمعية الحكمة اليمانية في تجهيز مطبخ متكامل. هذا المطبخ عبارة عن جميع احتياجات الطالب عندما يأتي إلى المعهد ويتم دراسته وتسجيله. المعهد بدأ خطواته الأولى مع جمعية الحكمة في تجهيز الأدوات، أدوات المطبخ المتكاملة والصحية والتي تعتبر متكاملة لكل الفئات من ثلاجة وصحون وكل حاجة. أيوة. الآن إدارة المعهد التقني تبدأ ترتيباتها الأساسية في عملية استقبال، ولكن بعد ما يتم إقرارها من الوزارة. هذه الوزارة لها إجراءات قانونية والكل يعلم هذه، فمنتظرين من المعهد التقني فتح المعهد ولكن بالطرق القانونية حتى يجد الطالب شهادة قانونية، ولهذا منتظرين منهم الكثير حتى يكون سوق العمل جاهز من أجل إيجاد مساحة كاملة للشباب وإيجاد عمل حقيقي لهم. ولكم أيضا نقول لكم رمضانكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وشكرا للمعهد التقني وجمعية الحكمة على هذا الجهد الجبار من أجل الإنسان والإنسانية.